الحقيقة الموضوع اللي هتكلم عنه دلوقتي، أو يعني مش أنا اللي هتكلم عنه، أنا هنوه بس عنه، هو الجلد. الجلد زي بقية أعضاء الجسم حاجة مهمة جدا يا جماعة، وكمان بيحظى بأمراض عديدة. الله، طب ده ليه؟ عشان في فيروسات، في ميكروبات، في فطريات، في جراثيم. الجلد ده هو اللي بيتعامل بشكل مباشر مع كل العوامل الخارجية. إذن بنقول إن الوقاية خيرا من العلاج، وإن الجلد ده هو خط الدفاع الأول في جسم الإنسان. طب أي حاجة بتطرق على جلدك ما تهملش فيها، لازم تتجه فورا لطبيب، لأن حلقتنا النهاردة هتتكلم عن الأورام، الأورام اللي بيصاب بيها الجلد، سواء أورام حميدة أو أورام خبيثة، وإزاي نقدر نفرق بين النوعين من الأورام. بس مش أنا اللي هتكلم عن ده، لازم يبقى معانا دكتور كبير، دكتور استشاري في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر وأمراض الذكورة، دكتور ماهر محمود. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. موضوعنا النهاردة موضوع أهم موضوع في الدنيا. أهم موضوع. أهم موضوع في الدنيا. أيوة. أورام الجلد دي من أخطر الحاجات في الدنيا. بما إن الجلد هو أكبر جهاز في الجسم، مساحته كبيرة جدا، فهو أكبر جهاز في الجسم، فتعتبر أورام الجلد هي أكتر أنواع أورام على على مستوى الجسم بشكل عام. هو إحنا عموما بنخاف من كلمة أورام. صحيح. في أي حاجة. ربنا يعافينا كلنا. بالضبط. يعني تمام. إحنا بنشوف حسنة، هي حسنة ممكن ما تبقاش كده، هي شامة أو أي حاجة. ما بنبقاش حابين إن إحنا نروح لدكتور. ما هنا بقى إحنا عايزين ننشر الوعي والثقافة. شوف الدكتور دلوقتي هيدينا نصايح وهيقول امتى اقلق وابدا اقول لازم اتجه لدكتور جلدي. بالظبط. احنا النهارده عشان نوعي الناس فعلا عن اورام الجلد اللي هي تعتبر اكثر انواع من الاورام المنتشره. احنا عندنا ثلاث انواع من اورام الجلد. في على الطبقه السطحيه في خلايا بسموها الخلايا الحشرفيه او سكويموس سيل. الخلايا دي بيكون شكلها كده فلات وموجودة في الطبقة السطحية، والطبيعي أنها تقعد تتجدد كل شوية. بيحصل ورم في هذا في الخلايا دي بيسموها سكويموس سيل كارسينوما أو أورام الخلايا الحرشفية. تمام. النوع ده تقريبا بيشكل 20% من أورام الجلد، وللأسف هي ساعات ممكن تنتقل لأماكن أخرى في الجسم، لذلك لازم ننتبه ليها بسرعة جدا. إيه اللي أشوفه؟ أشك إن في عندي ورم على الجلد، ممكن مجرد بس إن أنا أشوف جزء أحمر متهيج على الجلد أقلق جدا إن يكون ده ورم أحمر، أحمر متهيج وقعد معايا شوية. ممكن يكون في عندي قرحة على الجلد. يمكن الصورة اللي معانا دي بصراحة صورة حلوة جدا، هي حاجة اسمها أكتينيك كيروتوزيس، دي بتعتبر بري كانسلس أو ما قبل السرطان. لو شفنا صورة، لو شفنا جزء على الجلد عليه قشرة وخشن وقعد معاه لفتره، ده تعتبر حاجه اسمها اكتينيك كيروتوزيس. معلش يا دكتور، في ناس بتقول اكزيما، في ناس بتقعد تفسر على مزاجها كده. ما هو الدكتور بقى هو اللي هيحدد دي. لو لحقناها بدري بتبقى الحل فيها سهل قوي، وعيبها انها لو سبناها ممكن تتحول الى ورم. اللي في الصوره اللي قدامنا دي هو جايب تقريبا الانواع المشهوره. في من فوق حاجه اسمها بيزل سيل كارسينوما، هو قلب بسرعه. رجعنا تاني الصورة اسمها سكويموس سيل كارسينوما اللي احنا بنتكلم عنها. شايفين دلوقتي في جزء ملتهب في الجلد، وشايفين ان فيه زي قشرة جواه، وشايفين برضو شوية أوعية دموية موجودة والمكان محمل، وساعات ممكن كمان تبدأ تنزف أو يكون فيها حاجة زي فلويد أو حاجة زي مية. ممكن أشوف قرحة في الجلد بقالها فترة لا تلتئم. لما يكون في عندي حتى جرح في الجلد وبقاله فتره ما التئمش، ابدا اشك ان في هنا ورم. ممكن اشوف حاجه شبه الندبه، حاجه يعني زي ندبه كده في الجلد وبقالها فتره برضه ولونها مد على اللون البنك. ممكن يكون حاجه زي نتوء على الجلد ولونه شامع شويه. الصوره اللي معانا دي احد انواع السكويموس سيل كارسينوما او سرطان الخلايا الحشرفيه، اللي هو في الغالب بيجي في الاماكن المعرضه للشمس. ايوه ده هنتكلم عليه يا دكتور. بيجي لي في الشفايف زي ما ظهر دلوقتي في الصوره. الصوره اللي عدت كان موجود في الودان، ولكن ممكن يجي في اي مكان تاني في الجسم. ده اللي احنا قلناه ده كان النوع الاول اللي اسمه سرطان الخلايا الحرشفيه. النوع الثاني اسمه
بيزل سيل كارسينوما أو سرطان الخلايا القاعدية. الخلايا القاعدية دي موجودة في طبقة تحت في الجلد، تعتبر زي مخزن بتقعد تصنع خلايا كل شوية. لو حصل إنها صنعت خلايا بشكل مبالغ فيه والخلايا دي بدأت تزيد ويبقى شكلها غريب وبدأ يحصل تغير في الدي إن إيه بتاعها، بيديني ورم اسمه سرطان الخلايا القاعدية. ده أكتر ورم منتشر، تقريبا بيشكل 80% من أورام الجلد. وعلشان ستر ربنا هذا النوع ما يقلقش خالص والله، خالص نهائيا. وهو بس مجرد ان هو بيكون سرطان في مكانه ولا ينتقل، لا ينتشر لا ينتشر، بس ممكن يمشي بشكل عميق شويه في الجلد. مهم جدا نعالجه من بدري. والاثار بتروح شكله يا دكتور؟ الاثار لو قعدت كده طبعا هتقعد معنا شويه، فاحنا بننصح دايما ان احنا نعالجه بدري. من بدري. النوع الاخير وهو النوع الاخطر، ده بسموه سرطان الخلايا الصبغيه او بيسموها الميلانوما. احنا عارفين ان احنا في جسمنا حاجه اسمها الخلايا الصبغيه. الخلايا الصبغيه بتطلع حاجه اسمها ميلانين عشان يلون الجلد. ساعات الخلايا الصبغيه دي بتنشط وتشتغل بشكل مبالغ فيه، تبدا بقى تغير شكل الجلد بالظبط، فيديني لون على الجلد. الخلايا الصبغيه دي ممكن تديني ورم الميلانوما بشكل مباشر، وممكن بعض الشمات اللي هي موجوده على الجلد تتحول الى ايه؟ أيوة. الى سرطان. هو ده بقى اللي كنت عايزه اسال حضرتك فيه. تمام. في ناس بتقلق من وجود اي شامه او بنقول عليها كده بالبلدي حسنه. تمام. وفي ناس لا، بيبقى مالي جسمها او وشها وما بتتجهش خالص، امتى اعرف انا بقى ان ده خطر ولازم اروح للدكتور؟ طيب، هو الشمات دي حاجه عاديه جدا، هي الشمات تعرفها في الطب اورام حميده. اورام حميده وما تقلقش نهائي. في 20% من الشمات ممكن تتحول الى ميلانوما او اورام سرطانيه. امتى اقلق بقى؟ اقلق لو انا شفت الشامه دي حاجه بسموها اي بي سي دي اي، يعني لو شفتها اسيمتري. اسيمتري يعني ايه؟ يعني شكلها بدل ما هي دائريه تبقى شكل بيضاوي، شكل ما هواش، لو جيت خط في نصها هلاقي النص اللي فوق مختلف عن النص اللي ايه؟ عن النص اللي تحت. تاني حاجه تقلقني لو البوردر بتاعها او كبر، البوردر بتاعها الخارجي المفروض يبقى ماشي بشكل سموث وبشكل منتظم. أي. لو شفته ماشي بشكل مشرشر او بشكل ريجولر او بشكل غير منتظم ابدا اقلق. كده قلنا A B C اللي هو الكلر. الاصل ان الشامه تكون بلون واحد، لكن لو حصل شفت في الشامه اكتر من لون لا ده يقلقني. الاصل ان الشامه تكون حجمها صغير، ولكن لو شفت الشامه دي عدت 6 ملي او نص بوصه ابدا اقلق. لو حصل تغيير في الشامه كانت موجوده وبدات تكبر زي ما حضرتك قلتي، او لو بدات تنزف دم، او لو بدات ان يطلع فيها شعر كتير، او لو بدا حجمها يبان يزيد بشكل في وقت يعني قليل، واللون برضو له ابدا اقلق. احنا قلنا اللون انها يكون فيها اكتر من لون، احمر على بني على اصفر، انما الاصل انها تكون بلون واحد. اللي صار له قدامنا ده نوع من انواع الاورام بيسموه بي سي سي او البيزل سيل كارسينوما او سرطان الخلايا القاعديه. باينه خالص ان الجزء محمر اهوت وعامل لي زي قرح. دي اللي قلناها من شويه، الصوره برضه قدامنا بتبين ان من الشمال بنلاقي ان هو اسيمتري مش دائري. اللي بعديها البوردر بتاعها مش منتظم، تحس ان هو متعرج شويه، تحس ان في اكتر من لون موجود فيها، الحجم بتاعها اكبر من بسموها كده مساحه القلم الرصاص. تمام. ده ممكن اشك جدا ان فيه انها ورم سرطاني في الوضع ده. طب دكتور انا برضو عايزه اسال سؤال مهم جدا وده يهم برضو الساده المشاهدين، هو الورم السرطاني اللي بيجي في الجلد له عامل وراثي برضو زي بقيه الاورام؟ ده مهم جدا. انا ساعه ما العيان بيجي لي من اول الاسئله اللي بسالها له بقول له في حد في الاسره عنده تاريخ مرضي من الاورام السرطانيه في الجلد، لانه فعلا العامل الجيني موجود في الاورام السرطانيه. فده مهم جدا. من ضمن برضو الحاجات اللي بتشككني وبتقلقني انه يكون الشخص ده من اصحاب البشره الفاتحه. اصحاب البشره الفاتحه معرضين اكتر جدا للاورام اللي هي السرطانيه في الجلد. كمان الناس اللي عيونها زرق، الناس اللي شعرها اصفر او احمر، دول كمان من الناس اللي هم بيكونوا اكثر عرضه
للاورام السرطانيه في الجلد. الناس اللي بتعرضهم لشمس كتير جدا، احنا عندنا دايما قاعده بنقولها للناس الجلد ما بينساش. ده معناه ايه؟ انا تعرضت لشمس كتير، قعدت اخد تان بقى ما هو ده يا دكتور الموضه بقى نعمل ايه؟ لا ده سيء جدا والله. التان ده يساوي سرطان الجلد على طول. كلمه الجلد ما بينساش دي. ده في ناس بتخش في اجهزه دلوقتي تاخد التان. اتمنع، بدات تتمنع في امريكا الاجهزه التان دي، بسموها تان بيد. ده اسوأ ما يمكن واخطر ما يمكن، وبدات تتمنع في دول كتير جدا. لو الوضع بايدي كنا منعناها في كل مكان. أيوة. لانها من مسببات سرطان الجلد الاساسيه. الاطفال اللي تعرضوا لحروق شمس وهم صغيرين دول بيكونوا عرضه هم كمان يجي لهم سرطان في الجلد. فلازم ننتبه جدا. يمكن دي صوره بتبين التان بيد. أيوة. ده منتشر جدا وهو للاسف من مقدمات كل الفنانين دلوقتي بيعملوه، كل الناس بتعمل. خطر خطر, خطر جدا فوق ما يتخيل. دي رساله اهو بنوجهها من دكتور ماهر. لان هو انا عندي الشمس او التان بيد بيطلعوا حاجه اسمها اشعه فوق بنفسجيه. الاشعه دي بتدخل بتغير في الدي ان ايه بتاع الخليه. متى ما تغير الدي ان ايه بتاع الخليه بتبدا الخليه تنشط بشكل غير طبيعي وبتتحور وبتبدا تشكل لي السرطان. طب دكتور معلش، يعني انا ازاي اقي نفسي من سرطان الجلد؟ طيب مهم جدا الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده ان احنا نتجنبها. رقم واحد ان احنا نبعد عن الشمس بشتى الطرق. اكتر ناس بيجيلها في وقت معين يا دكتور للطرق؟ من 10 ل 3 ده اسوأ وقت بتكون فيه الاشعه. يعني من بعد 3 هو اللي كويس مقبول، وقبل كده برضه حتى في الشتاء. حتى في الشتاء. الأهم من ده إن احنا لازم نستعمل واقي شمس. واقي الشمس ده مهم جدا. أكتر ناس بيجي لهم سرطان في الجلد اللي هم أهالينا الفلاحين والعمال الموجودين طول اليوم في الشمس. دول بننصحهم حتى لو مش هيحط واقي شمس يبدأ يلبس كاب، يلبس حاجة كده بحيث تحميه من الشمس. نمتنع تماما عن موضوع التان بيد والتان ده خالص نهائيا. الناس اللي هم عندهم تاريخ مرضي للسرطان لازم يعملوا متابعة بشكل سنوي. أي نوع سرطان ولا سرطان جلد؟ أي نوع سرطان. أي نوع سرطان؟ أي نوع سرطان. ما هي الفكرة في السرطان إنه غير الدي إن إيه بتاع الخلية. فمش بعيد برضه غيره في الدي إن إيه بتاع الخلية الموجودة في الجلد. أي حد طبيعي لازم يعمل كشف طبي عن دكتور أمراض الجلدية على الأقل كل سنة، ويبدأ يراقب الشمات اللي عنده. الشمات برضه عشان ما نقلقش منها، هي اسمها شمات مكتسبه ممكن تيجي في اي سن، فما تقلقنيش خالص الا اذا كان فيها الحاجات اللي احنا قلناها من شويه. طب حضرتك تقول لي بقى نصيحه مهمه جدا بسرعه كده للجلد. طيب هو رقم واحد ان احنا نبعد عن الاسباب اللي قلناها. اللي قلناها. طيب رقم اتنين ان انا لازم ابدا علاج بسرعه جداً جداً. جدا جدا. اي حاجه الاقيها في جلدي مش شرط استنى لما تتفاقم وتكبر. يمكن احنا في بعض اورام الجلد الانواع اللي احنا قلناها بعضها ممكن تمشي بكريمات علاج في البدايه اساسا لو بدانا في البدايه. حتى الميلانوما او سرطان الخلايا الصبغيه هم جم لما حبوا يقسموه على حسب خطورته عملوه كده جريد، من جريد 1 لجريد 4. قال لك الناس اللي هم بداوا يعالجوهم وهم في جريد 1 اللي هي المرحله الاولى. ايوه. بدأ عاشوا اكتر من 10 سنين، عاش فيهم 90%. انما الناس اللي بداوا اكتشاف المبكر برضو. طبعا الناس اللي هم بداوا يعالجوهم وهم في جريد 4 اللي هم المرحله الاخيره النسبه دي نزلت من 90% ل 35%. فطبعا دي مهم جدا ان ابدا من بدري. والعلاج دلوقتي اتطور جدا جدا جدا. احنا كمان حتى قبل العلاج الفحص عندنا في العياده بكون سهل. احنا ببدا ببص بعيني ونبدا نشوف الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه. اجهزه حديثه دلوقتي موجوده زي الديرموسكوب، بنبدا نشوف شكل الخلايا وتغيرها. ده بيكون في العياده. في اجهزه تانية بسموها فوتو فايندر، ده بنقدر ناخد صور للاورام دي ونبدا نتابعها من وقت للتاني. وبعد كده في تحاليل دم ممكن تتعمل تشوف دلالات الاورام في الدم. طب دكتور انا طبعا يعني انا مبسوطه بالكلام اللي بسمعه ده، وخصوصا ان انا يمكن قبل الحلقه انا قلت لحضرتك ان التشخيص الجلدي ده تشخيص جلديه. تمام. صعب جدا جدا، لان ممكن يا جماعه بجد يعني تشخيص يوديك في حته تانية خالص تبقى مختلفه. يعني ممكن تبقى حاجه بسيطه وانت شايفها بسيطه وهي مش بسيطه، وممكن تبقى حاجه برضو كبيره وانت شايفها يعني بجد. لا انتوا الله يعينكم. وبعدين كل حاجه بتتشابه مع حاجات كتير، يعني في حاجات كتير متشابهه. في حاجه دلوقتي سهله قوي ان احنا ممكن ناخد عينه
من الجلد، وبيفحصها دكتور متخصص في طبعاً. الجلد، وبيعرف لي بالظبط، بحدد لي نوع الورم وبحدد لي هو في اي جريد بالظبط، وبحدد لي كمان خطه العلاج.